كنت طالع من الجيم كده وشميت ريحة كبدة خلتني لفيت حوالين فقلت نفسي، لازم نعمل الكبدة دي تبقى وجبة بعد الجيم كده طالما ان هي مليانة بروتين. جبت الميزان والطاسه بتاعتنا وحطيت عليها 5 جرام من زيت الزيتون، بعد كده وزنت الكبده جبت بالظبط كده ربع كيلو، كانوا عاملين 260 جرام ده قبل التسويه، وبعد التسويه لقيتهم بقوا 250 الزيت يسخن وتنزل بالكبده، بعد كده عليهم نص كوبايه الميه دي عشان تسوي الكبده كده. كويس. جبت الميزان قدامك اهوت ووزنت العيش، والعيش بقى كانت سعراته 181 كالوري، واخر الفيديو هجيب لك الميكروز بتاع الوجبه كلها كام جرام. يا ابن ايه الوجبة ما كانتش كبدة بس، انا زودت عليها كمان بثلاث بيضات، زودتهم ب 10 مللي من زيت الزيتون. وجبة زي دي بتحتاج عيش كتير، فاخدت الرغيف كده قسمته الاتنين وكملت بالمعلقة بعد ما الرغيف خلص. خلاص كلها 836 كالوري، 48 جرام كارب، 38 جرام دهون، 74.9 جرام بروتين، يعني تقدر تقول 75 جرام بعدين ايه بروتين. بقى اكتر من كده بعد الجيم؟ مش هقول لك بقى اعمل لايك وشير، عشان لو عجبك الفيديو هتعمل لايك وشير لوحدك. استني اخواتي يوصلوا الفيديو دوت ل 1000 لايك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.